بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور تدرس أدهنوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، معالي الوزراء والسفراء، ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف بينكم اليوم أمام هذه الأهرامات الشامخة التي تظل شاهدة على تاريخ هذه الأمة وعظمة شعبها. وكما شهدت هذه الأهرامات العديد من الأحداث الفارقة في التاريخ، تشهد اليوم حدثا تاريخيا آخر سينقش في ذاكرة التاريخ المصري كالنقوش الهيروغليفية في معابدنا العظيمة. نصدر اليوم إنجازا طبيا حققته مصر، تعبر به إلى آفاق جديدة لتوفير الصحة وجودة الحياة لشعبنا العظيم. فقد نجحت مصر بجهود أبنائها المخلصين في دحر فيروس الالتهاب الكبدي سي الذي لطالما عانت منه الأسر المصرية، وكبد المجتمع المصري خسائر فادحة على مر العقود السابقة. وها نحن اليوم بعد مرور 34 عاما على اكتشاف هذا المرض الذي أصاب قرابة 70 مليون إنسان على وجه الأرض، نعلن من مصر ومن أمام الأهرامات أن طريق القضاء عليه أصبح ممهدا، وأن مصر قد أعادت كتابة التاريخ وسطرت بأحرف من نور كيفية التغلب على هذا المرض الذي يشكل تهديدا لصحة الإنسان. الحضور الكريم، إن الجهود المصرية التي بذلت خلال العقدين الماضيين قد توجت اليوم بإعلان منظمة الصحة العالمية نجاح المسار المصري نحو القضاء على فيروس سي، والذي لم يخل بيت مصري من ضحاياه، ولم تألو الحكومات المتتابعة جهدا في توفير مختلف مقومات مكافحة المرض، حتى كانت الكلمة الأخيرة التي سطرها الشعب المصري العظيم وقيادته الرشيدة بإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر 2018 لتمثل حجر الزاوية في مواجهة الفيروس والقضاء عليه. لقد شاركت كافة قطاعات الدولة المعنية في التمهيد والإعداد لتلك المبادرة التاريخية والتي تعتبر الأكبر في التاريخ الإنساني، ولم تدخر الدولة جهدا في تسخير كل مقومات النجاح التي قادتها السواعد المصرية بكفاءة ونجاح. إن الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي لم تكن لتحدث لولا الإرادة المصرية الصلبة والعديمة التي لا تلين، والهدف الذي وضعناه جميعا نصب أعيننا. وبعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل الإصابات بالمرض، ها نحن اليوم نشهد اعتلاء مصر لمكانة عالمية بالنجاح في مسار القضاء على الفيروس بمرتبة ذهبية استحقتها عن جدارة واستحقاق. السيدات والسادة الحضور، إن خبرات العقول المصرية التي ساهمت في التغلب على هذا الوباء الفتاك تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ تلك التجربة غير المسبوقة، وإنني أؤكد التزامنا الكامل بالحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استدامته بكافة السبل، وأن تستمر الجهود الوطنية للحفاظ على ما وصلنا إليه من إنجاز عالمي والبناء عليه لضمان تحسين المؤشرات الصحية للمصريين. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تبنى هذه المبادرة ودعمها وتابع تنفيذها حتى كتب لها النجاح وأصبحت حديث العالم أجمع. وبفضل هذه المبادرة الرئاسية تخلص المصريون من وباء فتاك أحزن الكثير من الأسر المصرية. كما أخص بالشكر وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بها وعلى رأسهم كافة الوزراء الذين تولوا المسؤولية. وعلى المستوى الشخصي فقد شرفت بزمالة أربعة منهم، الدكتور عادل عدوي، المرحوم الدكتور أحمد عماد، الدكتورة هالة زايد، والدكتور خالد عبد الغفار، وجميعهم بذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى هذه النقطة من النجاح اليوم. وبالتالي فإنني أؤكد مرة أخرى على شكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في وزارة الصحة والسكان على جهودهم الحثيثة
التي حققت هذا النجاح، وأتوجه بالشكر لجميع شركاء العمل والجهد والإصرار الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز، سواء على مستوى الوزارات المختلفة أو المؤسسات الدولية التي دعمت وشاركت في صناعة هذا الإنجاز التاريخي. السيدات والسادة، أختتم كلمتي بالإشارة إلى كلمة الباحث الأمريكي هارفي ألتر، وهو واحد من 3 حصلوا على جائزة نوبل في الطب عام 2020 لإسهاماتهم في اكتشاف وعلاج فيروس سي، حيث قال أنه لم يكن يتخيل أن يرى هذا الإنجاز في حياته، في إشارة إلى إمكان القضاء على هذا الفيروس اللعين، وهو ما يجعلنا دوما متسلحين بالأمل في مواجهة الأمراض الأخرى التي أرهقت العلماء حول العالم في محاولة لاكتشاف الأدوية الناجعة لها. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.